بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الزول في النعمل حبايب قلبي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا سلامتكم ومرحبا بكم نوفال فيديو من قناتنا كويزين ميليسا كاهنا ايلين. ان شاء الله تكون فيديو على حسب خاطركم وطيح على غوستوكم، وتلقاو فيها ان شاء الله كامل واش راكم حابين، وتنحي شويه على خاطركم وزيد بزياده تنفعكم بوكو بلوس. نبداو لا فيديو تاع اليوم كيما راكو تشوفوا هنا مع لو بوين اللي حبيت نزيد نهضر لكم عليه. مدام ليندا، انا نستعملوا لي باستي ولكن لا فيسيل تاعنا ماهيش تخرجنا الماعن مليح. انا توجو نقول لكم لا فيسيل باش تعطيكم النتيجه اللي تحبوها حتى نتوما لازم تتهلاو فيها. توجو كي ندير لا رمارك نسقسيكم ونقول لكم يعني في لو بريفي اسكو راكي ديري لها لو سيل اون جينيرال، تقول لي نو عندي بزاف ما درتولهاش. ايبا هنا حبيت نوضح لكم نقطه، يا اما كاين تقول لي عندي بزاف وكاين اللي تقول لي وي راني نديرو بيتيتر راكي طيحي في اون موفيز كاليتي دو سيل ريجينيرون. شوفوا لي لو سيل ريجينيرون تاع لا مارك ستيك سي ان سيل ريجينيرون اكسيلونت كاليتي، يعني ماشي بصفتي اني نتكلم على هاد الماركه ولكن نبارطاجي معكم المنتوج اللي يكون عنده جوده عاليه. صدقوني كي ما يكونش الملح تاع لا فيسيل يعني لو سيل ريجينيرون ولا الملح التجديد كي ما يكونش خشين بهذيك الطريقه ما راهوش كامل حينفعكم. كاين يعني الله يسامحهم الناس حتى هما يعني راهم يديروا ملح عادي في لي باكي تاع لو سيل ريجينيرون. دونك ضروري انك تخيري لو سيل ريجينيرون وضروري انك تخيري لا باستي اللي تغسلي بها. وصدقوني سي اون تري بيل افير توجور هاد لو جيست ما ننساوهش ابدا، ما ننساوهش. هذيك المروحه لازم تدور لانها لو ما دورش هي المسؤوله عن توزيع المياه، تقدر ما دورش دونك الماء ما يدورش مليح في لا ماشين اي سي بور سا ما يتغسلوكمش مليح. دونك ناكد ونعاود توجور الدوره تاع لو سيل ريجينيرون ولا ملح التجديد في لافيسيل تاعكم ما لازمش تستهزاو عليها. هاوليك نقول لكم ديروا عليه كابتور ديكرون كي تخرجوا تشروه، جربوه ولو مره ورجعوا لي بالخبر. صدقوني الا كان ما تخليتوش في لاماشين تاعكم بملح التجديد اللي يكون من جوده مليحه وعاليه، يعني لا كاليتي تلعب دور، وما تحطولهاش يعني لي باستي تكون اوسي تكون اول ان وان باردون يعني ثلاثه في واحد. والمروحه هذه دائما اكدوا انها راهي تدور قبل ما نحطوا لا ماشين تاعنا تغسل. صدقوني بهذه الطريقه لا ماشين تاعكم حتخرج لكم لما راني شعلو. ما تنساوش بيان سور لو فيلتر تاعها اللي دائما نفرغوه، دائما نضربوا له تشليله رغيوه خفيفه هكذا باش كلشي يتغسل في النقاء. ولو سيل ريجينيرون هذاك راه هو المسؤول عن تنظيف تاع يعني كامل الالم من الداخل وين يعني ما تلحقش اليد. استعملوا لو مود اللي حبيتو، انا دائما نستعمل لو مود بروغرام 3 ونخليه يقرا لي لا باستي باش يستعملها و او ميم طون بوغ ابريجي لو طون. تغسلي الماعن في ساعه و 50 دقيقه. اللي يقولوا لي الماعن كيفاش تغسليه في ساعه و 50 دقيقه، انا ما نغسلهمش هي تغسلهم، انا نروح نريح نروح نرقد نروح مع بناتي نقريهم نقعد معاهم نخدم شغلات واحد اخرين جو في ان غاتو بوغ لو ماتا، وهي راهي تدبر راسها تغسل لي كامل ما عندها نهار كامل ماشي تاع العشاء برك. شوفوا كيفاش يخرجوا هذه الصباح كينط، يعني كينط الصباح نلقاهم مخبيين يشعلوا شعل البوطاجي تاعي مفروز الدنيا نقيقيه وزيد معقمين. هذا هو لو بلوز امبورطون، يعني ما توقفيش مع البوطاجي بزاف وما عليك يخرجوا يشعلوا تاع النهار كامل وزيد يخرجوا معقمين. واش راح نزيدو اكثر من هكذا؟ راكو تشوفوا كل حاجه في بلاصتها، كل حاجه مخبيه، اي لا كويزين تاعك تقعد لك مفروزه. هذا الكلام موجه للناس اللي عندهم لا فيسيل وما يستعملوهاش، يقول لك انا بالنسبه لي نضيع وقتي. راكي غلطه، ان شاء الله ما تفيقيش بالغلطه تاعك حتى يفوت الاوان، ماشي حتى نهار تمرضي ولو عندك الام في الظهر وفي رجليك وفي صحتك تنقص تما باش تفيقي. نتمنى ان شاء الله انك تحطي هذا الكلام في بالك، واللي مازال ما كسبوهاش ان شاء الله يا ربي كامل تكسبوها. ان شاء الله اللي ما عندهاش تكون عندها، واللي ما عندهاش معليش غير تكون عندك صحتك برك. هذا ما كان. ونروحوا لو بارتاج تاعنا اليوم. كيما راكم تشوفوا اليوم جبت لكم اون بيل افير. شوفوا
الناس اللي راهم يخصوهم يعني في الالكتروميناجي في لا كوزين، ان اشوار، ان مولينات باش ترحي بها، ان باتور تخدمي به لي موس لي كريم دي سير في رمضان. جبت لكم ان باك شباب بزاف في هاد لي 3 ارتيكل او ميم طون ان تري بون بري. هذا عرض خاص برمضان جبته لكم وانا فرحانه، وعلى بالي كاين بزاف اللي حيدو منه ان شاء الله. ان باك تري اليغون اون اينوكس كيما راكو تشوفوا، لا ماتير اينوكس فيها ان باتور تري ليجي. شوفوا شحال خفيف، شوفوا صغير، يعني ميم كي تخدمي به والله ما تحسي بلا راكي رافده، تيرمون جاي صغير. شوفوا كيفاش ترفدوه، يعني خفيف بزاف الخدمه تاعو. جاي اينوكس بنوار تري تري بو وشباب وخفيف، وحتى السمه تاعو خفيفه. انا قلت لكم هاد لي زارتيكل في ثلاثه ب 700000، يعني ب 700000 تجيبي هاد لو باكيل دارك جوزي رمضان ما شاء الله، يعني تتهني. شوفوا كيفاش يخدم، فاسيل تري فاسيل، يعني ان باتور هايل. الكريم دي سير راكو تعرفوا في رمضان نحبوا يخي نعجبوه شويه، تحبي طلعي لا شونتيي لازم لك ان باتور مليح. او ميم طون في رمضان واش نسحقوا، واش يخدم بزاف الكوزينه، اشواق يكون شباب يرحي مليح. جبت لكم هاد الاشواغ ماتيغ اينوكس توجور. شوفوا جبت لكم ان باك هايل، على بالي كاين بزاف اللي حيفرحوا به ويدو ان شاء الله وتدوه بالصحه ولهنا. ام ان اشواغ كاتلام كيما راكو تشوفوا ماضيين ما شاء الله، تحطوا تروحوا فيه اللحم البصل الخضره باش ديروا الشوربه تاعكم، يرفد كلشي على خطره كيما اللي يديروا الشوربه يحطوا فيها كلشي على خطره، تحطي الحشيش، تحطي الطوماطيش، البصل، الزروديه، القرعه. يخي درت لكم الشوربه لا ديرنيغ روسيت لي فريمون نحط فيها كلش وتجي شوربه ما تشبعش. تروحوا فيها لو بلون دو بولي، تروحوا فيها اللحم، تروحوا فيه لا شابلور، تروحوا فيه واش حبيتوا. يخي على بالكم الاشواغ في رمضان ما يحبسش، جاي شباب بزاف توجور. لا ماتيغ اينوكس بالنواغ بزاف شباب. وين تلقاوه هاد لو باتور وهاد الاشواغ؟ وزادو لكم معاهم هاد لا بوتيت مولينات اللي فكرتني في ايام زمان، شحال عندي لي سوفينيغ مع هاد لي مولينات. مي شوفوا شحال شابه جايه اون اينوكس توجور بالنواغ. تلحو فيها شويه تاع لي زيبيس، تلحي فيها شويه كزبر جديد، تلحي فيها شويه قهيوه تشربيها كي تطلعي بها الموغال تاعك، تلحي فيها النعناع كي تيبس يخرجوا لك اون بودغ، تلحي فيها واش حبيتي. سي اون بوتيت مولينات كيما انا هنايا عندي لو كافي فيغ. شكون يعرف القهوه الخضراء مليحه بزاف؟ شوفوا تعاونكم بزاف يعني في الريجيم، وحتى الناس يعني اللي يحبوا يتخلصوا من دهن يعني في الكور تاعهم سورتو البطن. دونك لو كافي فيغ راهو بزاف مليح، ترحوه كيما هكذا وديروه انفيزيون، طلوه في شويه ماء وتشربه بزاف هايل. شوفوا كيفاش رحات لي هاد لو كافي نوار مالغري ما راهوش محمص، مي رحاته لي اللهم صل على النبي كيما راكو تشوفوا رحاته ما شاء الله. صغيرة وحينا كبر، هاد المولينات كي شفتها فرحت بزاف وقررت اني نحطها في لاكويزين لاني نحب هاد لي بوتيت مولينات. يعني واش تحتاجي في هذيك الدقيقة ترحي وتحطي. واش راح نزيدو؟ ان باك تري اليغون كيما قلت لكم الشباب بزاف، جاي اون ماتيغ اينوكس بنوار، حطها حتى كي تحطي سوغ لو بلون دو ترافاي تاعك ما يشدلكش بلاصة. وزيد شباب لو بري تاعو 700000، لا ليفريزون يديروها لكامل ولايات الوطن، تعيطوا لهم في لي دو نيميرو تيليفون اللي خليتهم لكم وتطلبوا هاد لو باك اللي جابته لكم اليسا كاهينه وتدوه بالصحه ولهنا. وكي تكونوا تخدموا به في رمضان توجور دعوه الخير، قولوا لي الله يرضى عليك يا ليندا، ربي يعطيك منك صحيحتك ويستر لك بنياتك. هذا واش نطلب منكم، وربي يستركم كامل وربي يحفظكم بالوحده اللي نعرفها واللي ما نعرفهاش. اللهم امين، اللهم اجعلها ساعة استجابة. ونروحوا نديروا الوصفة تاع اليوم. انا اليوم حبيت ندير ان كيك، نديروا انغوبي دو شوكولا لبناتي. انا مانيش ناكل الحلويات هاد الساعة والسكريات، معليش بناتي ما نحرمهمش معايا. وصفة سهلة وميم طون دشن معاكم هاد لو باتور. تلات حبيبات بيض في ان ريسيبيون وقريصة تاع الملح، تخوازي اونتي اون بيتيت بانسي دو سال. نضرب قبل البيض وحدو هكداك، شوفوا شحال خفيف والله تخدمو به مكيش رافده والو. وزيد شباب شباب، يعني ميم كي تحطيها هكا ديرو ان بيتي سيبور تما في لاكويزين تاعك والله غير يزيد النص في كوزينتك. انا نحب سي فوزافي روماركي في لاكويزين تاعي نحب تو سكي اينوكس بنوار. يا اخي نورمالمون تعرفوني. الوغ شوفوا واش راح ندير، وجدت هنايا ان فيغ تاع سكر كلاص جاي بومبي كيما راكو تشوفوا. لي ميزور هما 200 غرام، مي اللي ما عندهاش الميزان اني وزنت ودرت في الكاس. دونك حطيت عليهم
200 غرام تاع سكر غلاس. وكما تعرفوا لازم نغربلو هاد لي ماتيير المواد الناشفه هادي باش لو كيك تاعنا يجينا مهوي ويجينا خفيف كما راكم تشوفوا. حطيته ونزيد نخلط هكا شويه قبل ما نشعل لو باتور هكذا باش ما توليليش الدنيا كاع بيضاء كما راكم تشوفوا. الوغ نكمل ندرب هكذا كما راكم تشوفوا. من بعد عندي كاس تاع الزيت. الكاس هذا يرفد لي 200 امل 200 مليلتر تاع الزيت. نبدا نحط الزيت هذا بشويه. بالنسبه لهاد الكميه تقدروا تخلطوها بين الزيت والزبده، يعني فو فات لو ميلونج راح يجي بلو بون و بلو مويلو. هذه يعني حقيقه مؤكده، كي تخلطوا الزيت والزبده يجيكم هايل. نكمل ندرب هكذا حتى نتحصل على هاد لو ميلونج، هاد لاباري اللي تجي يعني فاتحه في اللون. دركا نزيد عليها كاس معمر اللي هو توجور 200 غرام تاع لا مايزينا ولا النشا. نزيد سورتو هنا في النشا، نخلط الدابا قبل ما نشعل لو باتور، سينو الدنيا حتولي واش نقولكم الدنيا كامل بيضاء تولي كاع تلج. الوغ نخلط هكا شويه من بعد نشعل لو باتور ونحاول اني ندمج هذيك المايزينا ولا هذاك النشا مع لاباري تاعي. يجي تري تري بون هاد لو كيك، يجي خفيف وناجح وديريه يعني في دقيقه وانت يعني واقفه وانت ديريه. من بعد نجو للفارينه. الفارينه دونك عندنا الكاس الاول اللي هو 200 غرام كما شفتوا. من بعد حنزيد نعمر نص كاس واحد اخر، يعني اون تو درنا كاس نشا وكاس ونص فارينه، ونزيد عليهم دو باكي، هادو ما زوج باكيات تاع خميره الحلوه اللي هما 20 غرام. دونك نورمالمون راني فهمتكم، كاس نشا كاس ونص فارينه دو باكي تاع لا ليفور شيميك، ونخلط كل شيء. هنا راح يتقال معايا الخليط اي سي بور سا اللي حنحي لو باتور بور لو مومون، وراح نجيب سباتول ونعمل هكذا نخلط بها حتى نحس باللي كامل هاد المكونات ناشفه لي زانغريديون سيك يكونوا دخلوا في لاباري تاعنا. هاي لك لاباري تاعنا في الاخير توجور اللمسه تاعي اللي نديرها اللي تعطي ميزه خاصه للكيك تاعكم، دو بون كويير تاع لا كونفيتور. اختاروا الكو اللي حبيتو، انا هنا درت كو ابريكو، راح يعطي لكم بنه هايله للكيك تاعكم، يجي مويلو ما يجيش ناشف ويجي مشرب. صدقوني فريمون هاد اللمسه زيد بزاف للكيك تاعكم. الوغ دخلت هذيك لا كونفيتور كيما راكو تشوفوا، ما بقى لي في الاخير غير نزيد نجيب لها ان سيترون بيسك رانا مع لو سيترون، راه الله يبارك راه مزهد يعني الدنيا برا، وين تخرجي تشوفي الدنيا صفراء. انا نتشهق شوفوا قد ما نشري نقول قليل حتى ولت ما نلقاش وين نخبيه. القارص بزاف مليح يعني في الاكل تاعنا في باغتو نستعملو. زستيت لها ان سيترون وهاي ليك الخليط تاعنا كيما راكو تشوفوا، يجي خليط ثقيل. نتوما حتقولوا هاد الكيك حيجينا ثقيل، نو ما يجيش كامل ثقيل، يجي خفيف ويجي شباب ويجي بزاف بنين. الوغ امول اكيك هنا اليوم جلي شوميزي بالفيلم بالفيلم بالبابي فيلم بالفيلم عفوا بالبابي دو كويسون. هاكو تشوفو اختكم ساعة ساعة يا خي تتلف على الهضرة. من بعدها نجيب ان كوتو هكذا وندير خط في الوسط. هذاك لو كوتو مادا بيكم يعني تشمخوه ولا تحطوه في ماء سخون بزاف وديرو هذاك الخط في الوسط هكذا، نحطو نطيبو في فرن يكون مسخن الافونس 180 درجة. ياخذ لكم الوقت من 50 دقيقة حتى الممكن ساعة، يعني على خاطرش النار هي ناقصة بزاف باش كيطيب لكم يجيكم هكذا، يجيكم جوست دوري ما يجيكمش محروق من التحت ولا يعني تقيسوا هذيك ولا يجي محمر وماشي طايب لداخل. باش يطيب لكم مليح توجور لازم تخلوه يطيب بعقلو، ما تحلوش عليه حتى يفوتوا عليه 40 مينوت، فوالا 40 دقيقة باش تحلي عليه. هنا كانت عندي شوكولا شوكولا طالي دوبتها في بان ماري، درت اون تابليت جو بونس وزدت عليها كمية تاع الحليب سخون سخون يغلي. الحليب هنا درت 60 غرام يعني 60 امل ولا فنجال صغير تاع الحليب، فنجال اتاي تاع الحليب، والمهم يكون سخون بزاف. نخلطو مليح هذاك الحليب مع هذيك الشوكولا اللي دوبتها، نتحصلوا على واحد الكاناش صدقوني حنديروها في كامل لي غاتو تاعكم، يجي بزاف بنين هاد الكاناش، يجي بزاف بنينه ولو كيك تاعكم يجي اونغوبي بهذيك الشوكولا، يجي
واش نقول لكم بنات وحده. هنا كان عندي شويه كاوكاو محمص رحيته، تقدروا ديروا كاوكاو دي زاموند. واش بقى لكم؟ انا كنقعد لي شويه، قلت انا علاش راه قاعده هكا، رحيته ورحيته وشوفوا كيفاش درت ان غلاساج فيو غوشي، يجي بزاف بنين سورتو كي الكاوكاو يعني تحمصوه مليح، يعطيكم واحد لو كو هايل، شغل بيغ دو كاكاوات. فوالا لو غلاساج تاعي هاوليك بعد ما خلطت له هذوك لي كاكاوات مولو، ونفرغوا على لو كيك تاعنا. شوفوا لو كيك يديروه بهذه الطريقه، سي بريزونطابل ميم بور اوفرير ولا، وزيد ولادكم يحبوا ياكلوها مع الاختبارات، على مقرب الاختبارات ليكم ليكم مني ان شاء الله مقطع واحد اخر في سلسله دار التحدي، راحين نهضروا فيها على الكتب اللي نحضروا بها لوليداتنا الاختبارات ان شاء الله في العدد المقبل باذن الله. قلت لكم نعطيهم شويه الطاقه، يعني شويه دي شوكولا، شويه حاجه يعني سكريات، مادام مازالهم صغار ياكلوها بعقلانيه، ما ياكلوش طول طون دو طون زون طون، اون ترونش بار جورني هكا افيك ان فير دو تي ولا، علاش ما فيها بس، لازم لهم شويه حاويه، لازم لهم شويه طاقه. حنا الكبار اللي لازم نقصوا شويه السكريات، اللي يقدر ينقص ينقص، اللي يقدر يحبسهم يقطعهم، كل واحد واش يقدر. مهم السكريات لينا حنا الكبار ماهيش مليحه صدقوني، مي صغار معليش نخلوهم مادام راهم يعني في لو بوال مليح، ومادام راهم يتعبوا يحرقوا يعني هذوك السكريات اللي ياكلوها. كل شيء يكون بعقلانيه، كل شيء يتكل افيك يعني بتوازن غذائي يعني بعقلانيه. هذه هي الدنيا، كل شيء بعقلانيه. فوالا لو كيك تاعنا كيما راكو تشوفوا انغوبي دو شوكولا، ان غلاساج مانيفيك، على بالي بلي هاد لو غلاساج رايحين تعتمدوه في لي كاطو تاعكم، جا يشهي خدكم تشوف بالعين، مي ما كريت والو صدقوني. فريمون ان كاطو تخي تخي بون، الناس اللي يحبوا هكذا حاجه خفيفه، قهوه حليب، لاتاي، كي خارجه تدي في يدك ما عرفتي شو تحطي لوليداتك، خير ما تروحي تشري حاجه من برا معمره بالكونسيرفاتور، معمره بالمواد يعني المضافه اللي ماهيش مليحه لصحتنا وصحه وليداتنا، ابخي تو راهم امانه في رقبتنا. نتمنى كامل تجربوا هاد الوصفه. نجوزو دركا الطاجين زيتون بالدجاج اللي طيبته اما فاصون، راحين نشوفوا معايا الوصفه شحال هايله وشحال خفيفه. الوغ عندي في ان ريسيبيون حندير اون ماريناد، درت فيها مغرفه تاع لا موتارد، مغرفه تاع لا طوماط كونسونطري، يعني مغرفه تاع طوماطيش علبه والخردل، عصرت عليها مليح القارص ودرت لها التوابل، اميلونج تاع الملح، فلفل كحل، فلفل عكري، خلطه الدجاج، زنجبيل، هادو هما لي زيبيس اللي نديرهم، خي تعرفوني ما نحبش نكثر بزاف، دونك خلطت كلش هكذا مع هذاك لو سيترون راح يمد بنا هايله. الوغ في لا كوكوت ميني تاعي اللي حنطيب فيها الدجاج، حطيت شويه تاع الزبده، حطيت ان مورسو تاع الزبده، هادي زبده حيواني، واللي يحب يدير مارغارين يدير، انا يعني ما نوبليجيكمش واش ديروا، تحب دير الزيت، تحب دير الزبده، كل واحد واش يحب يدير. خليت هذيك الزبده تذوب، ولي مورسو دو بولي تاعي حنحطهم في هذيك لا ماريناد، رايحه نقلبهم مليح فيها ونشربهم مليح، نتبلهم مليح بهاد لا ماريناد. اللي عندها الوقت رايحه تخلطها وتخلي لو بولي تغطيه وتخليه او فريغو يريح نص نهار زوج سوايع ثلاثه، اللي ما عندهاش الوقت كيما انا معليش كلشي يجي بنين، المهم تعرفي برك كيفاش تدوزني الماكله تاعك. الوغ قطعت عليها الثوم، الثوم هنايا هاد لو بلا حيجي غير بالثوم ما فيهش بصل، دونك هنا جبت واحد ربع سنينات قطعتهم مرايات مرايات يعني هكا اون فيلي كيما راكو تشوفوا اي فيلي، ويطلق بنا هايله هاد الثوم في هاد لو بلا. الدجاج يحب الثوم، زدت له هنايا كميه تاع واسمو اكليل الجبل فوالا لو رومارين، لو رومارين يمشي بزاف مع لو بولي مع لا فيوند، يمد لهم بنا هايله اكليل الجبل شويه، وخلط كل شيء كيما راكو تشوفوا. هنا لازم ندخل يدي، هنا لازم يعني لا ما هي اللي تتحسس وهي اللي يعني تعمر مليح هاد لي بارتي دو بولي. هنا ديروا واش حبيتوا في لي بارتي دو بولي، ديروا دي كويس، ديروا دي زيل دو بولي، اجنحه الدجاج، ديروا واش حبيتوا واش كتب ربي، ميم اجنحه الدجاج تجي بزاف بنينه. انا اليوم درت دي كويس باسكو حنبريزونتيه مع الزيتون،
طاجين زيتون اما فاصون يجي بزاف بنين. الوغ نحطهم دوكا نحمر هاد لو بولي في هذيك الزبده اللي ذوبتها على نار قليله. كنت تشوفوا كي حطيت لا كوكو تاعي على النار القليله تاعي، هاد لو فو هو النار قليله باش هكا ما نحرقوش، لكن كي نكون نحمرهم نزيد له النار نخليها كما نغطيش باش يتحمروا لي. وهذاك لا ماريناد اللي قعدت لي زدت لها واحد قيس واحد الفنجان تاع الماء سخون يغلي هكذا باش من بعد حنزيدوا على هذاك لو بولي. شوفوا هنا لو بولي راه تحمر لي التحميره الاولى، هنا انا نحبو محمر هكذا نحبو يعني تولي لا كولور تاعو فونسي. هذه انا فكرت لكم لو بولي في لا كوكوت، كاين اللي دخلوا لي يعني كلكوزا ولا كلكوزون كان يقالوا لي حرقته، ما حرقتوش هكذا يتحمر وانت يا حمره كيما حبيتي داكوغ. دونك هنايا زدت حطيت واحد ثلاث حبات طوماطيش، نحيت لهم لابو تاعها وقطعتهم هكا اون بوتي دي باسكو من بعد حيدوبو كامل وحيمدو واحد الطعم لو بولي هذا اكستريمون مانيفيك بنا بنا. زدت قطعت على هذيك الطوماطيش زوج سنينات تاع الثوم واحد اخرين، وزدت حطيت عليها شويه تاع الاعشاب العطريه وشويه تاع لو تاع ولا الزعتره. صدقوني هاد لو بلان ان ديليس ما تفهموش واش راكو تاكلو. هذيك التشليله اللي شللت بها لا مارينات تاعي نهبطها هكذا كل شيء على خطره كيما راكو تشوفوا هاوليك. هذا هو لو بلا تاعنا، كل شيء حيطيب على فابور، نغلق عليهم لا كوكو تاعي خلاص فات تحمر لي لو بولي، الباقي كل شيء حيطيب على فابور ونقص لها النار. شوفوا هاوليك لو فو تاعي هنايا قلت لكم هذا سي لو بوتي فو في هاد لا بلاك اللي نحبها بزاف وديما تسقسوني عليها. سي لا بلاك اريستون اوت بوينت مي ما كاش منهم دركا، ميم تخرجوا تحوسوا عليهم ما تلقاهمش لانه لامبورطاسيون حبست في هاد لا مارك دوريجين. دونك سي اون مارك فريمون ما شاء الله نتمناها لكم ان شاء الله. على كل حال نقصت عليه مده 30 دقيقه على النار القليله كامل. خلو اذا كان عندكم لو في شويه كبير على هذا ديروا لها 20 مينوت وحلو. شوفوا انا هنايا 25 دقيقه فتحت عليها، قلت نطل برك جيت نطل لقيت الحاله واش نقول لكم طيبه ما شاء الله. هاوليك لو بولي تاعنا شوفوا كيفاش يجي، يجي محمر هذيك الطوماطيش طلقت لاصوص وتجي بنينه. وهاو لو بولي تاعنا يعني كون نزيد له راح يتفتت راح يدقدق ما نقدرش نرفدو. تحصلت على هذيك الصلصه شوفوا هاد لاصوص واحد البنه اللي فيها وزيد واحد الريحه اللي تخرج من لاكوكوت كي تكونوا طيبوا هاد لو بلا. شوفوا شحال طلقت لي لاصوص دركا واش بقى لي. لو بولي تاعي هنايا اللي حبيت تنحيه كيما انا دركا نحيه يعني باش تجيني خدمتي سهله، نحطو هكا دون زان بلا ونروح نوجد الزيتون تاعي. الزيتون هنا عندنا زيتون خضر زيتون دي نوايوتي كيما راكو تشوفوا. انا ما نغليهش قلت لكم نحطو في الماء ونبدلو الماء سخون يغلي نبدلوه له بليزيغ فوا باش يقعد شباب. شوفوا لا كولور تاعو كش تقعد فيغ بيستاش، باغ كونطخ كون تغلوه يولي فيغ ميليتيغ لا كولور تاعو تولي خضر غامق وما يجيش شباب يجي مكمش ما يجيش كاع شباب. دونك حطوا له الماء مغلي بدلوه له شحال من خطره وخلاص. فوالا انا حطيت الزيتون على هذيك لاصوص وزدت لها شويه ناقص واحد الكاس تاع ما مغلي باش يعني يخرج عندي طاجين زيتون الله الله بالمرقه تاعو. واش نقول لكم احمر بالطوماطيش والثوم والزعتره والتوابل الاعشاب العطريه ما نحكي لكمش على البنه تاعو. هاوليك غلقت عليه لا كوكوت 10 دقائق وعاود حليت عليه 10 دقائق تلقاو كل شيء طايب. زدت عليه زروديه على شفتو بيان سور الزيتون يمشي مع الزروديه، الزيتون طايب زروديه طايبه لاصوص ما شاء الله. لو بلا تاعنا خرج لنا من اربع ما يكون، يجي ان بلا يمحن في البنه بنه والبناون. نتمنى ان شاء الله كامل ديروا هذا لو بلا. اصحاب الكيتو ريجيم كيتو دايت اللي قلت لكم على الوصفه الخطايفات اللي درتها لكم قلت لكم ندير لكم وصفات اخرى، هذه الوصفه راهي داخله في الكيتو دايت يعني تقدري تاكلي هذا لو بلا بيان سور باسكو مخدوم بالزبده. لو بولي بيان سور اللي هو بروتينات وزيد الزيتون اللي هو بزاف كونسيي في لو ريجيم هذا. الزيتون عنده فوائد هايله، فقط ما تقيسيش الزيت ما تقيسيش الزيت النباتي ما تقيسيش المارغرين النباتيه، سينو هذا لو بلا تاكليه بصحتك ويدخل في الريجيم الكيتو دايت وتقدري طيبه من في رمضان. معناها ما تقعديش تخمي واش طيبي لك واش طيبي العائله وتقدروا تاكلوا كامل اكل صحي هكذا. تفهمنا ان شاء الله تعجبكم لا فيديو تاع اليوم وان شاء الله ديروا لنا جام عليها اذا كانت تستاهل بيان سور وتبارطاجيوها
ماذا بينا شوية دعم القناة، ماذا بكم إذا تحبوني كما أنا نحبكم. تهلاو في روحتكم. سلام سلام.